السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم معنا على اليوتيوب في حلقة جديدة من حلقاتنا معكم سواح. برحب بيك لو أنت عضو جديد بتسمعنا الأول مرة، أهلا بيك عضو جديد في أسرة النظام الطاقي. سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد بننشره. في الحلقة دي هنتعلم إزاي وكيفية تحقيق الأهداف والأحلام بمعجزات موسى. هنتعلم كيفية التخلص من المخاوف ومن القلق. في قصة موسى زي ما احنا متعودين دايما انه نتعلم اللي ربنا عايز يبعته لنا كإشارات في قصص وآيات الأنبياء، زي ما تكلمنا في قصة سيدنا نوح ومعجزة سيدنا نوح السفينة، وفي حلقة موجودة ممكن انك انت ترجع ليها وتنفذها لو انت ما نفذتهاش لانها مهمة جدا. وزي ما تعلمنا في قصة وآيات سيدنا إبراهيم وأسرار سيدنا إبراهيم، ويمكن حددنا لها فصل كامل في كورس كشف السر. النهاردة احنا بنركز على آيات سيدنا موسى، لأنه اللي هتتعلمه في الحلقة دي واللي هتبدأ تطبقه في الحلقة دي هيسر ويسهل ويقرب كتير قوي في المسافة اللي بينك وبين أهدافك. هيجعلك تتخلص من كل مخاوفك وأحزانك وقلقك. ركز معايا للآخر، وفي آخر الحلقة نفذ اللي احنا هننفذه مع بعض. ابدأ الآن وفورا، ما تأجلش وما تترددش. خلي بالك، التأجيل والتردد والتسويف دائما يجعلك مرتعش، والمرتعش لا حياة له، لا حياة له. أهلا بيك مرة تانية في قصة موسى. كلنا عارفين القصة، عارفين انه فرعون جات له نبوءة انه هيجي طفل، سيولد طفل من نسل بني اسرائيل وهياخد منك الحكم والملك وإلى اخره. وعارفين انه ام موسى القته في اليم في النهر، وتلقته امرأة فرعون، وتربى وترعرع في قصر فرعون، والقصة المعروفة. لما نيجي نركز فيها هنلاقي انه فرعون نشر جيشه في البلاد، وكل طفل يولد هم بيشوفوا اي امرأة تلد، يشوفوا جابت بنت يسيبوها، جابت ولد يذبحوه. وام موسى خافت عليه. مفيش اكبر ولا اقوى من خوفك على ابنك، مفيش اكبر من همك لما يكون همك هو ابنك. فتخيل امرأة في عمق الخوف، في دائرة القلق، في عمق دائرة القلق والفزع على ابنها انه سيذبح. مفيش اقوى من كده قلق، مفيش اكبر من كده خوف وجزع. فكان الهام ربنا ليها والامر المباشر ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ايه ده؟ واقفة هنا؟ يعني من مع شدة الخوف والقلق على ابنها كان الأمر الإلهي أن تلقيه في اليم، وضعته في صندوق وألقته في النهر. هنا اتعلمت نقطة، إن أي شيء بخاف عليه بلقيه في اليم، بلقيه لله ولا أخاف ولا أحزن. أي شيء مهما عظم، أي شيء مهما كان كبير، مهما كان قوي، بلقيه في اليم. وهقول لك يعني ايه تلقيه في اليم، وهتحس ان الامر كمعجزة. ركز معايا لحد اخر الحلقة. معجزات سيدنا موسى. اتعلمت من قصة سيدنا موسى، واحنا زي ما احنا عارفين ان القصص دي مش بتجيلنا عشان نقول الله القصة جميلة، لا، بتجيلنا عشان نتعلم منها اللي يساعدنا نكمل طريقنا ونعيش حياتنا بسهولة ويسر، اللي يساعدنا ان احنا ننجح في تجربتنا هنا على الارض. اتعلمت من قصة سيدنا موسى انه لما وقع في الذنب وقتل، عمل ايه؟ قتل.
ولما بدأ أمره يفتضح والناس تعرف، خاف، اترعب، قتل مصري، قتل شخص ودفنه في الرمال. ذنب عظيم، ذنب كبير. فلما خاف عمل ايه؟ هرب. فخرج منها خائفا يترقب، بيراقب الناس وهو بيهرب. قال ربي نجني من القوم الظالمين. كده عاد، كده رجع، كده تاب لله، كده لجأ للي خلقه. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يعني لما خد طريق جديد هيمشي فيه، رحلة جديدة في حياته، كان المقصد الله، كان المعين الله، رامي كل الحمول على الله. رجع له لما قال له نجيني من القوم الظالمين، كلمه هو، انت الملجأ وانت المنجأ. ولما اتخذ طريق، اتخذ هدف عايز يوصل له، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. منتهى التفاؤل برغم المحنة، مطمئن بوجود الله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني في رحلة هروب، هربان من جريمة قتل، هربان من ذنب كبير، هربان من نفسه المخطئة المذنبة، قاصد سبيل الله، قاصد طريق الله. وصل للبئر متعب، قلق، مهموم، تارك أسرته وأهله وبلده. أول ما وصل وجد امرأتين بعيد عن البئر عشان الرجال بتسقي، أغنمهم ومواشيهم وإلى آخره. فسألهم وعرف إن أبوهم شيخ كبير، قام يفعل شيء، قام يكفر عن شيء، قام زي ما عمل ذنوب قام يعمل خير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عمل الحسنة واستنى الأجر. وده شيء اتعلمته، إن حاجات كتير ممكن أكون محتاجها فأقدم قصادها واطلب، أعمل اللي علي واطلب. تولى إلى الظل، ما طلبش مقابل ما فعلوا ليهم، ما قال لهمش أنا عايز كذا وكذا، أنا غريب أتوني بطعام، أنا غريب أتوني بفراش، أنا غريب أنا كذا أنا كذا، أنا طريد أنا هربان، ما قال لهمش حاجة خالص خالص. هو فعل لله، قدم لله ثم طلب. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكان هنا النصر، وكان هنا الفتح، وكان هنا القبول الإلهي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال له أنا قتلت، أنا هربان، أنا طريد، قص عليه القصص. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بدأ في رحلته رب نجني من القوم الظالمين، هذه الدعوة، وانتهت في رحلته باستجابة الدعوة على لسان الشيخ الكاهن لما قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. شيء رائع، شيء عظيم لما تمسك رحلة هروب موسى وتشوف الخطوات اللي عملها وتبدأ تنفذها في رحلة هروبك من ذنوبك، رحلة هروبك من نفسك. وخلي بالك ذنب موسى كان قتل، قتل إنسان، قتل بني آدم. مهما كان ذنبك، مهما كان ذنبك، على الأقل أظن إنك ما زلت بريء من الدم، وده أقصى وأكبر شيء ممكن إنك أنت تقع فيه. عفانا الله وعفاكم. اتعلمت من قصة موسى انه مش بس ان انا استكين واستسلم لله، ان عافر، ان اعمل اي شيء، ان اعمل اي شيء عشان تكون البداية عندي.
في قصة هروبه بقومه من فرعون ربنا كان قادر، ودي قلتها في حلقة ماضية حلقة سابقة، كان قادر انه يشق ليه البحر بدون ما يعمل اي حاجة، ينقله زي ما بينقل الجان، لكن ربنا امره ان اضرب عصاق البحر لينفلق. اعمل اي حاجة، استحالة تكون عصاية موسى هي اللي فلقت البحر العظيم ده، استحالة. لا احد يصدق ان هذه العصا مهما كانت حتى لو عصا سحرية ان هي تشق البحر، لكن هي انفلق البحر بمعجزة الهية بامر الهي بكون فيكون. ولكن يا موسى لازم تفعل شيء، فتعلمت ان انا طول الوقت لازم افعل شيء. ايات موسى كتيرة، كل الانبياء واياتهم جات لنا عشان نتعلم وعشان تيسر لنا الطريق. فانت يا صديقي بقصة موسى علشان تخرج منها بالعلامات اللي هتقدر تستخدمها في حياتك، زي ما تعودنا دائما وتعلمنا دائما، لازم الورقة والقلم وتجلس مع نفسك، صديق مع صديقه، أنت صديق ذاتك، وتبدأ تفكر بالورقة والقلم. أنا لي أهداف كذا وكذا وكذا، وخايف من كذا وكذا وكذا، وقلق على كذا وكذا وكذا، قلق على أمي، قلق على أبي، قلق على أبنائي، قلق على أسرتي، قلق على مستقبلي، قلق على عملي، قلق على مالي، قلق على أي نقاط، اكتبها. حدد كويس قوي أهدافك، وحدد كويس قوي مخاوفك والأشياء اللي انت الآن عليها، وقرر فورا انك تنفذ العلامة الأولى والآية الأولى، آية أم موسى، انك تنفذ الأمر الإلهي وتلقي كل أهدافك ومخاوفك في اليم. طيب يعني ايه تلقيها في اليم؟ تلقيها في اليم، هناك من يلقيها انه يعلن انه ترك الأمر لله وفوض الله في كل شيء، وياخد الإذن أو الأمر كأنه مأمور الآن من الله، لا تخف ولا تحزن، فيشعر إن خوفه وحزنه ذنب فيمنع نفسه عن الخوف وعن الحزن. كل ما يجي يحزن يقول لا كده أنا بقع في ذنب كبير، ربنا أمرني ما أحزنش، طالما ألقيت همي، ألقيت أهدافي. يجي يخاف، لا أنا ربنا أمرني ما خافش، ده شيء يقويك جدا جدا جدا. هناك من يفعل أكثر من ذلك، هناك من يكتب كل شيء في ورق ويأخذ الورق وفي أقرب بحر أو نهر ويلقيه، وهو يحدث الله، يكلم الله، إني ألقيت همي وألقيت أهدافي في اليم كما أمرت، ولا أخاف ولا أحزن كما طلبت، يترك الأمر. هتلاحظ حاجة عجيبة قوي، وده تحدي، وادخل على نفس الحلقة موجودة إلى أن يصبح الإنترنت لا شيء أو ينقطع، موجودة الحلقة، ادخل قول أنا جربت واحكي تجربتك، شوف اللي هيحصل معاك. هتلاقي أن خوفك على ابنك لما ألقيته لله وخلاص، ألقيت ابنك نفسه لله، خوفك راح وابنك أصبح بخير، وطول الوقت أنت مطمئن. هتلاقي لما ألقيت مخاوفك على مستقبلك، على مالك، على أسرتك، راح الخوف تماما تماما تماما، وبقوا في أفضل حال، لأنك فوضت الله بكل شيء. بعد ما كنت انت المفوض، انت اللي هتحميهم وانت اللي هتحفظهم، بعد ما كنت ماشي انت بحولك انت وقوتك انت، فبتغرقهم وبتغرق نفسك. هتلاقي نفسك فجأة لما ألقيت كل شيء لله وأصبح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل شيء بقى في أفضل حال. شوف ونفذ، جرب انك مهما كنت وقعت في ذنوب انك تطهر نفسك وتستغفر وتفعل أي شيء حسن، وبعدها أطلب من الله وشوف الرد الإلهي عليك. هتبدأ الدعوة برحلة، مش بطلب، مش بلسان عمال يقول يا رب 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 يا رب، أبدا. الدعوة حياة، عيش الدعوة، عيش الدعوة، ابنيها، ابني دعوتك زي اللي بيبني بيت، فبتعمل شيء حسن وتتخلص من شيء سيء، كل ده الهدف منه الدعوة اللي انت بتدعيها لربنا، انه يرزقك، انه ينجيك، انه يلهمك، انه يحفظك، انه يعليك، انه يكرمك، انه يرحمك. مهما كانت الدعوة ابدأها كرحلة، الرحلة انا دعيت بكذا، طالب من ربنا كذا، فبأسس للدعوة، بتخلص من هذا الذنب، بتخلص من هذا الشيء الغير حسن،
بعمل هذه الحسنات، بفعل كذا وافعل كذا، واطلب من ربنا في الاخر بعد ما اسس الدعوه اطلبها بلساني وقلبي. جرب وشوف دعوتك مستجابه وزي ما بداتها ربنا هيختمها لك ولا لا. البدايه عندك والتكمله من الله، هو اللي يتمم ليك، هو التمام عنده. جرب وشوف. جرب انك انت في كل هدف في حياتك يكون في خطوة منك، يكون في حركة منك، عشان انت حي، انت عايش، انت بتتنفس. نفذ كده الامر الالهي لسيدنا موسى، انا اضرب بعصاك البحر. حاجة بسيطة منك ينفتح بيها باب رزق كبير بامر الله، حاجة بسيطة منك تتحل بيها مشكلة كبيرة قوي بامر الله. الاعجاز والمعجزة والحل والفايدة والكرم عنده، وانت تبدأ بالشيء البسيط اللي في ايدك مهما كانت. لو عايز تعمل مشروع كبير ابدأ بحاجة بسيطة، ما تستناش الملايين والمليارات جاية لك عشان تأسس مشروعك. ابدأ بالحاجة البسيطة، وهي بالبركة هتكون كبيرة جدا جدا، وهتحقق نتائج كبيرة جدا جدا. طالما انت أسست، طالما فهمت بالورقة والقلم انك ازاي تفوض الله في امرك، وازاي تلقي مخاوفك واهدافك في اليم، طالما انت تركت له الامر وفوضته وسبته يقود حياتك وفعلت وعملت اللي عليك، زي ما علمنا في سيرة انبياء في قصص المرسلين. راجع القصة من الاول، راجع وشوف اللي عملته ام موسى بامر الله، وشوف اللي عمله موسى لما اذنب واخطأ ورحلة هروبه. ونرجع نقول تاني، اذنب في ايه؟ قاتل. قاتل كان يقصد القتل؟ لا، بس وقع في الذنب، وقع فيه. فمهما كان ذنبك تقدر تبدأ رحلة الان عشان تتطهر منه. اتطهر من ذنبك، نفذ امر ربك، تفوز. تعال نفوز مع بعض. جرب وادخل احكي تجربتك في نفس الفيديو، وشجع غيرك علشان يعرف ان كل يوم وكل لحظة في بداية جديدة ممكن يبدأها، وان الحياة ما بتقفش، ما بتنتهيش، مستمرة. نلتقي على خير. لو عندك اي استفسار، لو حابب انك تنتسب للقناة تقدر تشوف الانتساب اللي جنب اسم القناة. لو عايز تحصل على اي كورس او اي استشارة تقدر تتواصل على الواتساب اللي ظاهر امامك على الشاشة. نلتقي على خير في حلقات كتير قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.